بلشنا بالارينجمنت، المفروض خلصنا الارينجمنت كله صح، حكينا عن الويذ ريبيتيشن وحكينا عن الويذاوت ريبيتيشن ووصلنا لهي القاعده اللي استنتجناها. طيب بقي عندنا فكره الكومبينيشن هلا حنحكي عنها. طيب هلا ليكو اذا بدنا نقرا بس هول اللي مكتوبين هون ممكن هيك شوي تضيعكم من طريق اللغه. الكومبينيشن الفكره منها هي انه انا عم بختار مجموعه مره واحده، يعني الفرق بينه وبين الارينجمنت، بالارينجمنت انت عم تختار element after an element، يعني بتختار element بعدين element ثاني بعدين element ثالث، وبالتالي الترتيب بيكون له معنى، الاوردر بيكون له معنى، بيأثر عليك الاوردر. الكومبينيشن هو لما بتختار نحط ثلاثه مع بعض، هيك بنكون احنا عم نعمل combination of one hand، يعني اذا بدكم by one hand ل 3 elements او ل 4 elements. طيب مثال ثاني بعطيكم example ثاني، انا اذا عندي بوكس معين مثلا اوكي في بقلبه طبيت، في عندي هيك بولس هون بقلبه بس لا ارجع اسمه اوكي، عندنا لكان هون بوكس في بقلبه مجموعه طبيت، يعني مثلا افترضوا في عندنا 4 بلاك بولز اوكي وفي عندنا 3 مثلا ريد بولز منيح. اذا جيت قلت لك وي درو مثلا 2 بولز طيب هون بتفرق، تو بولز ممكن تسحبهم انت ورا بعض وممكن تسحبهم مع بعض، يعني ممكن اسحب طابه بعدين اسحب طابه ثانيه، هون صرنا عم نحكي بشيء اسمه سكسسفلي، وهيدي عمليه السحب ممكن تكون وذ ريبيتيشن او وذاوت ريبيتيشن. هون بتكون انت عم تحكي عن حالات الارينجمنت، يعني اذا انا عم بسحب طابه وبخليها برا وبرجع بسحب طابه ثانيه بكون هون عم بحكي عن ارينجمنت وذاوت ريبيتيشن. تفهموا علي؟ بينما اذا كنت عم بسحب طابه وبرجع بحطها بالبوكس وبرجع بسحب مره ثانيه طابه بكون عم بحكي عن arrangement شو؟ with repetition. طيب اذا جيت انا عملت عمليه السحب للطابتين مع بعض together، هاي فكره combination، يعني جيت مره واحده سحبت طابتين بنفس الايد، يعني لما بكون عمليه الاختيار only one time لأكثر من element واحد، هون بنكون عم نحكي نحن عن شيء يخصه combination. مش الحال؟ فهمتوا فكرة combination؟ كرمال هيك الاوردر ما له معنى، كرمال هيك الاحتمالات كثير حيقلوا هلا، يعني بصير في الواحد يعدهم. انا معطي example هون لتفهموا اكثر، بس هلا اول شيء هون عم عرف انا عم بقول let E be a set formed by an n elements، مثل العادي انه كل set لازم يكون فيها عدد معين من elements. انا عم بحكي بشكل عام هون عندي n elements، يعني مثلا بهيدا الاكزامبل قد ايه هي الان كم element هولي؟ اذا عندكم 4 black و 3 red قد ايه بيطلع عددهم هولي؟ 7 صح؟ يعني هون مثلا n equal 7 and let p be a natural number such that p less than or equal to n. ال p هون هولي عم حطهم لانه هني اساس بالقاعدات، هولي حطرين فوق p و n. ال p هو عدد ال elements اللي انا عم اختارهم، يعني هون مثلا بسؤالنا قد ايه هو ال p؟ هو 2. فهمتوا كيف؟ انا بحدد الـ P، يعني انا بجي بقول لك عم بختار 2 elements او عم بختار 3 او عم بختار 4 او عم بختار 1، بس الـ N بتكون ثابته، الـ N هو عدد الـ elements تبع السيت كله. يعني بسؤال امبارح اللي هو تبع كلمه هاوس، الـ N كانت equal to شو هون؟ equal to 5. الهاوس الـ 5 letters والـ P كان عندي 5 elements. 3 letters. لما كنت عم بختار كلمات من 3 letters مثلا كانت الـ P equal to 3. 2 letters P equal to 4 letters P equal 4 etc. كرمال هيك P بتكون عادة less than or equal to N، فيها تكون N، يعني حتى فيني اختار كلمات من 5 letters ما في مشكلة، بس ما فيها تكون أكثر من 5. فهمتوا كيف؟ كرمال هيك دائما هون P هي less than or equal to N. هلا by definition a combination of P elements of E is when every part of E is formed by P elements. هي بهالبساطة يمكن تضيع شوية definition، هي الفكره انه البي اليمنتس، يعني هون اذا عم بختار انا 2 اليمنتس او 2 بولز او 3 بولز اتسترا، انا لما بكون عم بختار بارت مجموعه بارت او جروب من اول عام، يعني هاي المصطلحات بدنا ننتبه لها. جروب من كل متوفر جروب معين او بارت معينه او سب سيت بنسميها كمان، هون بتكون انت عم تحكي عن كومبينيشن. يعني اذا بدي اسحب هون مثلا 2 بولز كومبينيشن بكون عم بسحبهم مع بعض، يعني هي بارت اوف تو بولز، وبالتالي انت تخيل هلا معي عم بتحط ايدك وعم تسحب طابتين مع بعض، هذا الاوردر له معنى بالنسبه لك؟
يعني انت لما جيت سحبت الطابتين وفتحت ايدك لا ما بتفرق لا ما سحبتهم مع بعض انا ما حتفرق يعني اذا طلعت مثلا وحده بلاك وحده راد هل طلعت البلاك بالنسبه لك قبل الراد او الراد قبل البلاك لا مع بعض يعني انت الاوردر ما له معنى عشان هيك الكومبينيشن كثير بتسهل شغل الاوردر ما بيأثر ابدا بالنسبه لي بالنسبه للكومبينيشن فهمت كيف طيب لنعطي اكزامبل هون بشكل هيك ادق اكثر جيت اخذت هون ليت اي بي ذا سيت اي بي سي دي اخذت سيت فورم باي 4 ايلمنتس منيح انا سميت ان اي بي سي دي شو ما كان يكون ما بدي اقول لا طابات ولا لترز ولا شيء اخذت اي بي سي دي هون لان السيت فورم باي ان 4 ايلمنتس معناتها هون الان ايكوال تو شو 4 طيب ذا كومبينيشنز اوف اي فورم باي 3 ايلمنتس يعني وين بي ايكوال تو 3 انا عم طلعهم انا وياكم هلا يعني بدنا نطلع من اصل هود الفور ايلمنتس بدنا نشوف كم كومبينيشن انا فيني الاقي مؤلف وقلنا الاوردر ما مهم طيب 3 ايلمنتس لما بقول انا ذا كومبينيشن اوف اي فورم باي 3 ايلمنتس يعني عم بقول هون بي ايكوال تو 1 تو 3 صح هيدا له معنى بعد شوي كمان yes. طيب خلينا نعد انا وياكم سوا الكومبينيشن شو هن الكومبينيشن عشان تعرف لهن الاله اللي بينعطوا بالصوره لانه ما في اوردر ما انت عم تصحهم مع بعض طيب اول كومبينيشن مثلا تختار ايلمنتس اي بي سي هون مثلا الاي بي سي هي ذاتها بي سي اي هي ذاتها بي اي سي هي ذاتها سي اي بي لانه هولي مع بعض عم تختاروا ما عم تختاروا ايلمنت باي ايلمنت او ما عم تختاروا ايلمنت افتر ذا ايلمنت وان افتر ذا اذر عم تفهموا كيف كرمال هيك بالكومبينيشن التفكير بيكون مريح اكثر ما بقعد بشغل بالي مين قبل مين ومين بعد مين وما بعرف شو يعني امبارح لما كنا عم نحكي عن الكلمات مثلا لما قلت لكم اتش او يو قلت لكم في كمان اتش يو او هي كلمه ثانيه صح قلت لكم في يو هيدي كلمه ثالثه هلا بالكومبينيشن هول كلهم يعتبروا بارد وحده مع بعض بيكون هلا طبعا بعالم الكلمات ما بنحكي عن كومبينيشن اصلا بكل هونيك الا ارينجمنت يعني ما بيزبط اصلا كومبينيشن اوكي بس نحن عم نحكي عم اعطيكم مثل انا انه هون الفكره قد ايه بتوفروا يعني قد ايه بيطلعوا اقل يعني شفتوا هول ال 60 هون اللي طلعوا معنا كلمه بالويزاوت ريبيتيشن هون بيطلعوا 10 هول اللي تركوا عنهم امبارح لانه ما بقى في اوردر لانه الاتش او يو هي ذاتها اتش يو او هي ذاتها يو اتش او هي ذاتها او اتش يو هون نفس الشيء انا لما بيجي بقول ذا كومبينيشن اوف اي ار عندي اي بي سي هيدي كومبينيشن هاي مجموعه من 3 اليمنتس مجموعه ثانيه اي بي دي مجموعه ثالثه اي سي دي ومجموعه رابعه بي سي دي في شيء ابو ضاي فيكم قادر يلاقي لي بعد مجموعه خمسه يعني في قادر انا الاقي من الاي من الاليمنتس تبع الاي مجموعه غير هول الاربعه مؤلفه من 3 اليمنتس لا ما في الا هدول الا هول يعني كم اليمنت طلع عندي كم كومبينيشن تقدر تلاقي سو وي هاف 4 4 باي 3 اليمنتس النوتيشن تاعت الكومبينيشن يعني هي هلا بنعطيها اسم هيدي هي نورمال جيت سي ام بي ذا نمبر اوف كومبينيشنز فورم باي بي اليمنتس النوتيشن تاعتها هي سي ام بي يعني هون بسؤالنا هي مين بتكون هي سي 4 سي 4 3 سي 4 3 انا علمتكم اياها على الكالكوليتر صح ولا لا هلا اذا بتحسبوا سي 4 3 حيطلع شفت ماينس انتوا كيف هاي وحده هاي اثنين وهاي ثلاثه وهاي اربعه فور شيفت ديفايد 3 فور شيفت ديفايد بس اعطوني لحظه لا فور اعطوني لحظه شوي بليز اوكي ليك كده مثلا البي شيفت تايمز بس شيفت ديفايد
نايم انت على التليفون؟ يلا جيت انا اوكي. طيب كنا عم نقول هون لكان هذا هو السي ان بي يلي هون بسؤالنا الان هي 4 والبي هي 3 اذا بتحسبوها بيطلع عنا 4 الفور هني هول هيتهم هني هول الفور طبعا فيني طلع كثير اكزامبلز بعد هلا طبعا الى معنى هي الى علاقه بالارنجمنت انا اشرحها بعدين كيف طلعت هيك اوكي بس هلا بيهمني انا القاعده كيف طلع. طيب لنفهم اكثر لكان هيدا هي الكومبينيشن. طيب سؤال حاسالكم اياه أنا من خلال الإي نفسه فيها 4 elements صح؟ برأيكم كم فيني أعمل combination من 1 element؟ بس أربعة أربعة شو هن؟ A B A, C D و B و C يعني وحدة سابت الـ A وحدة الـ B وحدة الـ C وحدة شو؟ وحدة D أو كانت الـ E فيها 6 elements كم combination فيني أعمل من 1 element؟ 6 كمان 6 6 معناتها CN1 equal to what بشكل عام؟ N يعني إذا عندي أنا set فيها N elements how many combination of one element we can do we can find N, N. عدد الN اللي معنا عددهم هون شرحها هيدا مثلا direct formula فيني طلعها بسرعة هلا برجع للي قبلها كمان لكن هون ليش CN1 هي N طبعا هيدي بعدين إلى formula فيك تطلعها بس إنه هو فيك تحفظها بسرعة تصير since E has N parts formed by one element which are هم نسميهم singleton sets يعني كل set اللي بيكون فيها only one element singleton. طيب CN0 هاي دي هلا شوي يمكن بالنسبة لكم غريبة هلا هشرح لكم اياها من خلال مثلا CN0 هي 1 ليش يعني هون عم نقول اذا عندي set فيها n elements عدد السيتس يلي هن مؤلفين من 0 elements هن 1 طيب وين الغريب بالنسبة لكم لو مش كاتب لك اياها لهي انا مأكد كنتوا حتقولوا لي زيرو صح؟ يعني حتقولي ما في هن فيهم elements انا هوني عم قول E has only one part formed by zero element which is the empty set بدي ارجع معكم شوية لجريد 10 يمكن هولي مذكرين ويمكن ما تكونوا مذكرين في شيء بجريد 10 اول درس اخذته اللي هو السيتس وقتها لما كان يجي استاذ ميلاد او استاذ تاني اذا كنتوا مدرسة تانية مثلا عندكم سيت ABC لما كان يجي لكم find the parts of E مذكرين يا شغلة حطوهم كلهم the parts يعني the parts of E شو هن the parts كلهم يعني مثلا كنت تفتحوا هيك بلاك ABC عندي سات A لحالة مثلا هذه part B لحالة هذه part تاني صح C لحالة etc AB لحالهم هذا part رابع AC لحاله صح ABC على فكرة هولي هن combination تبع ال 1 أو 2 أو 3 parts وآخر شيء تحطوا الـ ABC بس قبل هول الـ كلدون كان يبلش بالـ file الـ empty إذا نسينا هيدا الـ empty set هي notation data هيدا بتحطوا مثل الـ O وفي شحطة هيك شايفينها ولا لا؟ هيدا الـ empty set طيب دايماً بدي لكم شغلي بكل set عندكم إياها في set هي تعتبر الـ empty set لكل set شو ما كان؟ هشرح لكم إياها لتقتنعوا أكثر أنتوا الصف لما بتكونوا بالمدرسة انتوا صفكم مش عندكم صف يكون الصف نحن كيف منعد الالمنتس اللي فيه يعني انتوا 12 تلميذ هلا مزبوط او 14 تلميذ انتوا موجودين بالصف في عدد الالمنتس معين انتوا الالمنتس هني انتوا الاشخاص مع الاستاذ انا موجود معكم صح ولا لا يعني انتوا 14 وانا واحد هولي 15 منيح طيب في انا فليت من الصف قد ايه بقي في عندي بالصف 14 في ثلاث تلاميذ كانوا غايبين قد ايه في اليمنت بالصف 11 طيب دق الجرس نزلتوا على الفرصه خذ الصف
خذ الصف. هل الصف اختفى؟ بعده موجود بس امتي. الصف بعده في شو يعني شو بنقول شو قلبه اللي راحه شو بقي بقلبه للصف؟ بقي فاضي الصف مش هيك بنقول؟ الصف فاضي الصف فاضي شو يعني زيرو امتي ست في امتي ست هو يعني امتي ست موجود باي ست في العالم شو ما كان حتى هلا انا مثلا اذا جبت بوكس مش عم حط فيه طابات هذا البوكس اللي هون يعني اذا شلنا الالمنتس كلهم بصير امتي ست انا جبته اذا ما فيه اذا ما فيه ولا بول فاضي بس موجود ما اختفى البوكس يعني موجود يعني في الفراغ بقلبه بيكون يعني بكل ست في عندي ست هي الفاي هي الامتي وفيها هوليك الالمنتس اللي هن واحد او اثنين او ثلاثه اتسترا فالسي ان زيرو هي 1 لانه دائما سي ان زيرو شو المقصود فيها انه عم بسال انا اذا عندي ست فيها ان الالمنتس هاو ماني combination of zero element we have هذا هو السؤال zero element يعني الفاي ما في واحدة اللي هي الانتي ست معناتها هي كمان equal to شو هاي equal to هلا اذا بتجربوا على الكالكوليتر حيلا سي شي زيرو مثلا سي 5 زيرو سي 100 زيرو اللي بدك اياه جربوا اي شيء يعني حطوا حيطلع 100 شيفت زيرو حيطلع دائما يعني عم فرجيكم كيف طلعوا هاو دايركتلي بدون ما نستعمل فورمولا هلا بعدين لها فورمولا هي لها قاعده يعني بس عم فرجيكم كيف بيطلعوا في واحدة أجمل وأجمل هلا حننزلها لتحت CNN بدي محي هون أنا هيه ما بعرف إذا في شيء مهم بالتصوير طيب CNN شو يعني CNN يا جماعة؟ يعني إذا عندي ست فيها N elements كم ست من N elements فيني لاقي؟ 1 منطقية نفسه هو الست زيادة هي بذاتها بالضبط أنا إذا عندي الـ E مثلا فيها 4 elements كم ست فيني لاقي انا من 4 elements هي بس A B C D لانه الاوردر انتبهوا ضلكم نتذكر لانه الاوردر ما بيأثر علي هي تكتبها هون ريمارك الاوردر بيأثر بنغير الاوردر does not matter ما بيأثر علي بس CNN equal to show directly equal 1 كتب لكم هون ليش لانه الـ E has only one part formed by element which is the set E itself هي خذها فهول الثلاثة طلعوا بسرعة يعني من هلا ورايح حط ثلاثة اذا عودتوا حالكم عليهم ما في داعي تروحوا على الكالكوليتر يعني من هلا ورايح انا بكره اذا عم حل مثلا مرق معي مثلا سي 6 0 هيدي دغري فيني احطها شو 1 بدون ما اروح على الكالكوليتر مثلا سي 10 1 هيدي دغري بحطها شو 10 مرق معي مثلا سي 5 5 هيدي دغري بحطها شو 1 اذا مول مره بصوت مولا هولي فينا دغري نحن نحطه ماشي وفيكم تروحوا على الكالكوليتر وفيكم تستعملوا الفورمولا اصلا الى قاعده هلا السي ام بي اعطيناكم اياها على كل الاحوال هلا حنحكي عنها هون الريمارك كثير مهمه هذا الموضوع كله اللي عم نشرحه ليميزه عن الارنجمنت هي هالجمله بس انه فور ذا كومبينيشن ذا اوردر داز نوت ماتر هذا اللي ريحني بالتفكير يعني انا لما اخترت سيت من تو اليمنتس مثلا اي بي هي ذاتها بي اي او لما اخترت من 3 اليمنتس اي بي دي هي ذاتها بي اي دي او هي ذاتها دي بي اي عم تفهموا كيف هذه هي فكرة الكومبينيشن لما أنا عم بختار مجموعة together يعني مجموعة elements مع بعض بنفس الوقت فهمتوا كيف؟ وضحت الكومبينيشن؟ طيب ننزل لتحت لنشرح القاعدة هوني أنا حاطط property وحاطط البروف تبعه هلا أنا بحب دائما أحط البروف إلى حد ما يمكن في تلاميذ يفهموها يمكن في تلاميذ ما يف... يعني عم فرجيكم العلاقة بينه وبين الارنجمنت كيف هو الفرق الأوردر صح ولا لا؟ هلا حتشوفوا هذا الاوردر قد ايه بيعمل فرق عشان هيك طلعت الفورمولا بتشبه لها طيب ليش شو عم بقول انا هون عم نقول هلا طبعا انت مش ملزم بال هذه الديمونستريشن للبروبرتي اوكي انت مش ملزم فيها انت عليك تحفظ لي القاعده انه فور ايفري ناتشرال نمبرز ان اند بي ساتش ذات ان ديفرنت فروم زيرو اند بي ليس ذان اور ايكوال تو انتبهوا هذا البي اللي فوق بده يكون دائما اصغر او بيساوي من الان اللي تحت يعني ما في شيء اسمه C5 مثلا 7 هيدا اصلا رح تطلع معكم impossible على الكالكوليتر ما تقدر على الكالكوليتر منطقية لانه انت ال P انت عم تختاره ضمن ال N يعني من ضمنه الاكثر واذا بدنا نعمل P minus اصلا اصلا بتطلع negative يعني بالزبط. وهي impossible بالضبط كمان لكن CNP الرول تعيتها هي N factorial على P factorial ضرب N minus P factorial طيب بس بنذكركم بقاعدة ال ANP مبارح A and P بارح نحن استنتجناها صح؟ نحن برهناها طلع شكلها N factorial over N minus P factorial N minus P factorial شو الفرق بينه وبين CNP؟
مضروبة ب بي فاكتوريال. عرفت إنه السي إن بي هي الـ A إن بي مقسومة على مين؟ على بي فاكتوريال. صح؟ يعني الـ A إن بي هي نفسها هاي طلعوا. إذا قسمتوها على بي فاكتوريال بيطلع عندك السي إن بي. مظبوط؟ طيب. شوفوا هلا بدي أحاول أشرح لكم من خلال إكزامبل من وين اشتهر بي فاكتوريال. هون عم ناخذ نحن السيت دي هلا اللي هي A B C أخذناها فوق اللي هي فيها 4 elements يعني لما N equal to 4. We know that the parts of ER. هلا حطينا البارتس. البارتس شو هن؟ هن هول كلهم. البارتس اللي هن فيهم 3 elements بالترتيب إذا بدي أخذ الأوردر بعبد النظر لك شو هن؟ A B C, A C B, B A C. ها مش عم بحكي عن combination. أنا عم بحكي إذا بدي أخذهم مع الأوردر. يعني إذا بدي أخذ ال A B C بالأوردر تبعهم. عندكم A B C, A C B, B C A, B A C. قد إيه طلعوا هول؟ كم arrangement؟ يعني إذا بدي أحولهم كarrangement كم arrangement طلعوا؟ 6 distinct arrangements صح ولا لا؟ عم تتابعوا معي؟ yes. هودي الـ elements ديت اللي هني A, B, C عملوا لي يعني هودي كوان combination إذا بدكم هودي الـ one part الوحدة عملت لي كم arrangement؟ عملت لي 6 distinct. هيدا اللي هلأ link أنا بين 6 وبين عددهم لهول هولي كم element أنا عم بيخو هون؟ 3 6 arrangement اللي عم بقوله هون the 6 arrangement define one combination اللي هي ABC مظبوط ولا لا هول الستة هن عبارة عن combination وحدة هي ABC مظبوط طيب كتب لكم هون بتفين براكت سلاش لأن الكومبينيشن الاوردر ما بيأثر عليه بينما بالarrangement بيأثر عليه الاوردر صح طيب moreover شوفوا هون شو بيطلع معنا 6 شو هي بالنسبة لل 3 يعني هذا الفرق بيناتهم هو 3 شو 3 factorial 3 times 2 times 1 هي تعطيكم 6 مظبوط و 3 هون هو number of chosen elements of E اللي هو P عم تفهم هون بدرجعكم لل 3 factorial شو بدي اقول حارجع عيد انا طلع عندي ال 1 combination اللي هي ABC عطتني 6 arrangement فرجيتكم عليهم اذا بدي اقسمها بالترتيب وال 6 هي 3 factorial معناتها ال 1 combination هي 3 factorial arrangement صح وال3 هون هو عدد الالمنتس اللي عم نختارهم يعني هي البي معناتها بنستنتج انه ال1 combination corresponds to p factorial arrangement فتعمل القاعده الثلاثيه معناتها c and p combination correspond to شو to p factorial ضرب c يعني صار عندكم ال a and p هي p factorial ضرب c and p معناتها صار عندكم شوي بتضيع بس انه هي الفكره عم فرجيكم انه هون يعني هي ليكم في خسرتني اكثر يعني الارينجمنت كلهم اذا قسمتهم كل وحده بالبي فاكتوريال بتحصل انت على الكومبينيشن البي فاكتوريال هي هول الست اللي هون البي فاكتوريال على فكره لو كانوا اربعه بدي العب عليهم بالاوردر كانوا طلعوا 24 كانوا طلعوا 4 فاكتوريال يعني هلا اذا حابين تتسلوا بالاوردر اللي هو الاربعه اي بي سي دي اي بي دي سي بي اي سي دي اتسترا حيطلع عندكم 24 ال 24 هي شو راح تكون هي راح تكون حاصل الفور فاكتوريال الفكرة يعني هي الفكره وهني كومبينيشن وحده هون انتبهوا عم تفهموا قد ايه بتوفر وقت يعني هي هاي بتكون كومبينيشن وحده عم تعطيكم 24 ارينجمنت اذا كانوا اربعه اذا كانوا 3 6 اذا كانوا 5 120 بيطلعوا شفتوا كيف فهي الفكره اذا الكومبينيشن الوحده بتعطيني انا بي فاكتوريال معناتها السي ان بي كومبينيشن بتعطيني بي فاكتوريال ضرب سي ان بي ارينج يلي هو number of arrangement اللي هو الـ A and P فصارت الـ A and P هي P factorial ضرب C and P معناتها C and P حيطلع A and P over P factorial اللي صار هلا انت مش مشكلة مش ضروري هلا تقتنع فيها 100% بس مؤدبة فيني حوالي تفصلها بهالشكل اخر شيء بستعمل انت هالقاعدة هاي هي الرول تبع السيارة بس هود اللي كتبتهم فوق انا فيني استعملهم دايركتلي بدون ما ترجع للقاعدة اوكي ماشي الحال يس yes. هيحكي هون عن some rules قبل ما نسكر بس قال هلا مش هنعطيكم اياه لارجع اتاكد اذا مطلوب لكم ولا لا بس بظن هو مطلوب بس للجي اس طيب هلا بالنسبه للسي ام بي هون في قاعدات هيك فيني سهلوا علينا الشغل اكثر الاولى والثانيه خاصه الثالثه ما يعني مش داعي تحفظها الثالثه هي لها علاقه بالباسكال يعني الثالثه هو اللي مسيو باسكال باسكال هو شخص فرنساوي هو عنده كثير اشياء بالماث يعني بيطلع وبالفيزكس فهو اشتغل على هالقاعده يعني استنتج من هالقاعدة الباينوميال فورمولا اللي هي قلت لكم عنها امبارح تعيد الـ A plus B power N بس خلينا نطلع هو اثنين هولي ليسهلوا عليكم الشغل
cn n minus 1 هي always equal to n رقم 1. شو يعني cn n minus 1؟ يعني مثلا اذا عندكم c 5 4 اذا عندكم c 6 يعني اذا فرق بيناتهم 1 كان بس اذا عندكم c 10 9 etc. اذا كنتوا عم تعملوا combination ومساوي الفرق بين ال n وال p هو 1 الجواب بصير هو ال n هو الكبير يعني. يعني هون شو بتكون c 5 4 directly 5 هون شو بتكون c 6 5 6 C 10 9 بتكون 10 هيدي بس انتم بتتركوها لحالكم بكره مع الخبره يعني كرمال بدل ما تروح على الكالكوليتر وتحسب 5 شيفت سي 4 في بتحطها وين فوق هيدي هيك دايركت فيك تعتبر انتم كيف عشان ما تضيعوا وقت تروحوا على الكالكوليتر اذا بدكم اذا ما بدك مش ضروري هيدي الثانيه سي ان بي هي ذاتها بتكون دائما سي ان ان ماينس بي هلا هيدي كمان قليل كثير استعمالها بس كيف تستعملها انتم بكره بالبروبابيلتي في كثير كومبينيشن بنفس السؤال فافترض انت كنت عم تحل سي 5 3 مرقت معك بالسؤال وخليتها طلعت معك ثاني منيح اذا رحت على البارت الثاني بالسؤال وجيت عم تستعمل سي 5 2 هيدي لها علاقه بالملاحظه يعني هيدي طبعا مش لكل التلاميذ هلا انا بحبها لانه انا انسان بلاحظ انا عندي منتال مايند سريع بيجي بلاحظ هون هي الفكره سي ان بي هي ذاتها سي ان ان ماينس بي يعني اذا كانوا تحت نفس الشيء وهون بي وهون ان ماينس بي يعني C5 3 هي ذاتها C5 difference بيناتهم قد ايه difference بين 5 و 3 2 بس C5 2 رح تطلع كمان هذه هيك نوع من الزعبر يعني انت عرفتها بسرعه بدون حتى ما تروح على الكالكوليتر بدون ما تحسبها مثلا اذا كنت حاسب C10 6 هي ذاتها مين بتكون C10 شو مين في ال شو C10 4 شو difference بين 10 و 6 4 اذا كنت حاسب مثلا C12 9 هي ذاتها سي 12 شو هي 3 هي الفكره اذا انت كنت حاسب خلال السؤال سي 12 9 ورجع مره معك مثلا سي 12 3 وانتبهت انت انه 3 هي 12 ماينس 9 بتحط نفس الجمله هلا هيدي قليل جدا ما حدا ينتبه لها يعني مش مشكله بديش ياخذ علقه عليها بس انا هيك حبيت احطها مميزه يعني بعطيها للتلميذ المميز بس لا هي الاولى مهمه هي الاولى كثير اوقات بتستفيد منها هيدي يعني اوامس يعني اوام سي 5 4 اي 4 بصير عم تفكر يعني هاي اذا بدكم ضيفوها مع هوت ديت اللي حكينا عنه فوق الدايركت فورمولا بفيدوكم بتوفروا شويه وقت بالكالكوليشن بس نبلش اوكي طيب هلا نحن خلصنا الكومبينيشن حنصير فينا نحل بروبلمز اللي عندكم اياها هون لان فيهم كومبينيشن وبنشوف اذا بنرجع لباسكال وبنشرحه اوكي بدي اروح على البروبابيلتي لان البروبابيلتي اكثر هذا عنده شي سؤال قبل ما سكر سلامتك استاذ يا تكلا كان هشام معاش فات هشام صح معاش فات طيب يا لكن لايكو بدي لكم شغله بكره في احتمال كبير ما اعطيكم هلا انا حاعمل لينك حابعثه بس في احتمال كبير بكره ما يعني اضطر ثاني ساعه ما يكون قادر اعطيكم ماشي برجع بحكي لكم يعني انطرونا لبكره بتاكد لكم بكره هذا الشيء الصبح اوكي شلت استاذ بس عم بقول لكم انه بكره في احتمال كبير انا ما اعطيكم يمكن ثاني ساعة أكون مضطر عندي شغلة أنا حأعمل لينك على كل هذا بس إنه إذا ما أعطيتكم أعطيتكم بالجواب من هلأ بحكيكم الصباح عشان الساعة تاني اثنين وشوي أستاذ قبل ما تسكر سمعنا فيني أسألك سؤال إذا بلحق ولا لا لأنه راح عندي الإنترنت السي كيف عرفنا إنه باخر بوينت كنت عم تقول انت ال 3 فاكتوريال صارت 6 ومنه هون استنتجنا شيء انا عم توقف بعدك انت هلا انت غبت ورجعت انت بقى عندك انت هلا سكرنا الشاشه خلص شو بدك فيها الشغله شو بدك فيها انت حفظ القاعده شو بدك فيها القاعده مانها ضروريه يعني هالقد بتعرفوا هي الفكره انه كل كومبينيشن الوحده هي بي فاكتوريال ارينجمنت بس انه 6 هي 3 فاكتوريال وال 3 هو البي هون فبشكل عام يعني كانه عم نقول كل كومبينيشن هي بي فاكتوريال ارينجمنت بس من ورا هون ايش العلاقه بين الاي ام بي والسي كيف بس هاد حجمها قليل بس ما تعطى الهمه يعني ما لنا هذا الشيء مهم يعطيكم العافيه ثانك يو وجود يعطيك العافيه ثانك يو استاذ والله السبت بتربح برشلونه عشان ياخذ الدوري ويفشوا كلهم يا حرام حاجه انه طلعوا الدوري وانتم بخير العافيه